أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كما ذكرنا أن غزوة أحد نزل فيها من القرآن ما لم ينزل في غيرها بسبب أنها كانت محطة فاصلة ووقع فيها المؤمنون في أخطاء، وهذه الأخطاء متكررة على مر الأزمان، ولأنه ويعني فكانت درسا عظيما للمسلمين تعلمه المسلمون في ذلك. وفي هذه الآيات إذ تصعدون ولا تلومون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هذه المعصية التي وقعت من بعض الصحابة، نعم، والتي ترتب عليها ما ترتب من الحور بعد الكو ومن الهزيمة بعد النصر،
فذكرهم الله جل وعلا أن طبعا حدث انكشاف للصحابة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والإصعاد في الأرض بمعنى الإبعاد في الأرض، ويتدل على شدة الفراغ، لأن الأرض يطلق عليها صعيد، الصعيد الطيب طهور، يعني طهور المسلم يعني 10 سنين إلا مجد ماء 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإصعاد في الأرض بمعنى الفرار، لأن من الصحابة من اتجه إلى المدينة ومنهم من صعد إلى الجبل. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ولا يلوي أحد على أحد، يعني لا ينظر أحد، لا يلتفت أحد لأحد من شدة العنت ومن شدة الدهشة التي أخذت البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وطبعا لما تركوا وجوه المشركين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، لأنهم صرف الله وجوههم بسبب هذه المعصية، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرف الله وجوه الصحابة عن المشركين، نعم، فانهزموا، فصار النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، يعني بينهم وبين المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله: هلم إلي عباد الله، هلم إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في آخر جماعتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وكما صح عنه أنه أفرد في 7 من الأنصار و2 من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وقتل 7 من الأنصار كلهم تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، فأثابكم الإثابة بمعنى الجزاء عموما، طبعا غالب إطلاق الثواب يطلق في الثواب على الثواب، لكن أي تطلق الإثابة تطلق على الإثابة بالحسنات والإثابة بالعقوبة، لأنها بتطلق بمعنى الجزاء، يعني فجزاكم فأثابكم غما بغم، غما بغم، الباء هنا للمصاحبة، غما مع غم، الغم الأول غم الفوات، فوات ما يعني ما كان في أيديهم من النص والظفر على الأعداء، نعم، كما قال جل وعلا: إذ والقصة تركم الله وعد وإذ تحسونهم بإذني، نعم، حتى إذا فشلتم، واستمر هذا الأمر حتى الفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأثابكم غما بغم، غما مع غم، غم الأول هو غم الفوات الظفر والنصر وما حدث لأصحابهم من القتل، قتل 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذا. والغم الثاني ما أشيع من خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشاعه الشيطان وصرخ فيهم، ولذلك أبو سفيان لما نادى قال: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرماهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ألا يجيبوه، نعم، فنادى على أبي بكر وعمر قال: إذا كان هؤلاء قتلوا فقد كفيتم، فلم يتملك عمر نفسه على ما علمتم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والغموم ينسي بعضها بعضا، والهموم ينسي بعضها بعضا، إذا اجتمعت الهموم على الإنسان صار يهتم به، يهتم بما هو أكبر من هذا، فأكبر شيء هو ما أشيع من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم، سواء أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك ما أشيع على يعني في ما أصابهم من القتل ومن الجراح. والله خبير بما تعملون، وهو سبحانه وتعالى يعني مطلع على أعمالهم، يعني الخبير، اسم الله الخبير يتضمن إثبات صفة الخبرة لله سبحانه وتعالى، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وحقائقها سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعني لا يغيب عن علمي شيء، والله خبير بما تعملون، علم بما تعملون، بما يعمل كل واحد منكم، سواء الذين ثبتوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا كذلك، أو ممن ذهب ومال إلى شيء من الغنيمة وشيء من حطام الدنيا، والله خبير بما تعملون. وهذه المسألة مسألة حصول النصر والظفر ثم ضياع كل هذا، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها في بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن ليس بين الله وبين خلقه نسب ولا يجامل الله عز وجل أحدا من خلقه. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم ما وقع، خالفوا أمر الله عز وجل وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى عليهم ما جرى. حتى صورت الهزيمة هنا، وطبعا هذا التصوير مؤلم جدا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون درسا للمسلمين دائما، فيعلمون أن معصية الله عز وجل ومخالفة أمره ونهي مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الفشل والهزيمة. ولو تأملنا في واقعنا لوجدنا أن يعني لنا الكثير من هذا الحظ ومن هذا النصيب. أحيانا يعجبنا كسراتنا، وأحيانا نرى أننا يعني بلغنا كما حدث للصحابة رضي الله عنهم يوم حنين إذا أعجبتكم كسراتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا هو الحال الذي نحن عليه، ومن هنا يجب أن نتعلم الدرس، نتعلم التوكل على الله عز وجل، ونتعلم أن نصدق الله جل وعلا، وأن نستقيم على أمره ونهيه، لأن النصر والظفر لا يكون إلا بالاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإعجاب بالنفس والكسرة والتباهي بها والغرور، كل هذه من أسباب الفشل والهزيمة، ولعل هذا ويتكرر في كل زمان. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هنا انتقل السياق إلى تذكير الله عز وجل للمؤمنين بنعمه عليهم. السياق ما بيجي ليس كل عتاب، لا، أحيانا بذكرهم بالنعم ويرققه الله جل وعلا قلوبهم. هنا يعود السياق مرة ثانية إلى تذكيرهم بنعم الله جل وعلا عليهم. ثم أنزل عليكم، ثم هنا حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، بعد ما حدث هذا، بعد هذا الانكسار وهذا وثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. طبعا الغم ده ربنا صرف عنه به. ماذا؟ كيف صرف الله عز وجل عنه هذا الغم؟ لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى العودة، فهنا ذهب عنهم يعني فرج الله عز وجل عنهم أمرا عظيما. لما مات رسول الله، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ودوج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله عنه لم تحمله قدمها، لم تحمله رجلها رضي الله تعالى عنه، وصار يتكلم في الناس بكلام غير معقول، يقول من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه، وإنما ذهب كما ذهب موسى وسيعود إلينا بسبب يعني بالعنق المحنة. كانوا يرون النبي عليه السلام ويعني يصلي بهم ويسيبهم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام رؤيته يعني تزيد الإيمان والنظر إليه يعني من نعم الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويربيهم ويعلمهم ويحوطهم برعاية عليه الصلاة والسلام، فالأمر جلل، أمر عظيم. ودوج الصحابة حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه، الحديث في الصحيح، وكان أبو بكر رضي الله عنه قادما من منزله بالسمح ولم يكلم أحدا، وقصد بيت عائشة، نزل جاء على فرس، لم يكلم أحدا، وكان دعوه يتكلم، ما كلم أحدا، دخل على حجرة عائشة ويمم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قبل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال لا يجمع الله عز وجل عليك موتتين. خرج أبو بكر رضي الله عنه يتلو على الناس وخطب في الصحابة وتلا عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا الآية إلا يومئذ، فهدأت نفوس الصحابة واستقر الأمور عندهم. شاهد إن أمر إشاعة مقتل يعني خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان خبرا عظيما، كان من أسباب التي أشاع فيها الشيطان الخوار وانحلال العزيمة والفوات.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم اللي أصابكم ده أمنة نعاسا. الأمنة مشتق من الأمن، والنعاس اللي هو مبادئ النوم هو الذي يريح صاحبه ولا يغيبه. النعاس اللي هو مبادئ النوم الذي يغشى كده شيء من النوم لا يغيبه ولكن يريحه ويريحه يعني بدنه ويجمه يا صحته. حين الإنسان يكون متعبا جدا فيأتي يعني بعض النعاس كده فتعود إليه صحته. فهنا أمنة نعاسا، والنعاس في القتال أمان من الله عز وجل. لذلك يعني ذكر الله جل وعلا في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنعاس في مواطن القتال أمان من الله عز وجل. لذلك هنا ذكر الله جل وعلا ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعم. وطبعا كل الصحابة رضي الله عنهم المؤمنين منهم نعم كلهم جاءهم النعاس، فكان هذا أمانا من الله عز وجل. وفي المواطن القتال عندما يأتي النعاس على المجاهدين فيكون أمان من الله سبحانه وتعالى، وليس لأمان هذا أن يسلمهم لعدوهم. لذلك النعاس ليس النوم يسلمهم لعدوه، لكن النعاس في شيء من إجمام البدن والصحة مع الانتباه. يغشى طائفة منكم، طائفة من الجماعة نعم هم الصحابة، وطائفة قد همتهم أنفسهم، وهذه الطائفة أخرى هي طائفة المنافقين. قد أهمتهم أنفسهم، لأن المنافق هو أهمتهم أنفسهم ليه؟ لأن المنافق بسبب نفاقه وبسبب مرض قلبه هو يعيش في قلق وخوف واضطراب، يحسبون كل صيحة عليهم، لأنه قال لأن الإيمان لا يستقر في قلبه، فهو دائما في قلق واضطراب، ولذلك عندهم نوع من إيه؟ من التذبذب. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، في اضطراب في خوف في قلق. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وهذه هؤلاء المنافقون، لأنه المنافق ليس له هم لا نصرة الدين ولا حياة النبي عليه السلام ولا يعني بغض الشرك وبغض أهل أبدا، ليس عنده هم إلا نفسه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمحن هنا بقى لما تنزل بيظهر ما في يعني بواطن القلوب وفي ذواتها، فيظهر الإيمان من غيره دائما. المحن هكذا، فهنا حدث هذا، وحدث هذا أيضا يوم الأحزاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. على أن المؤمنين ماذا قال المؤمنين يوم الأحزاب؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ثبتوا، ولما رأى المؤمنون على الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وطائفة قد أهمت أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وظن في الله غير الحق ظن الجاهلية. والجاهلية مصطلح أكثر القرآن منه، وهو يعني تعبير يعني جاء به القرآن واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه. والجاهلية بيطلق على يعني على الشرك الذي كانوا عليه والكفر الذي كانوا عليه، ويطلق على خصال أهل الكفر وخصال أهل الشرك. فكل هذا مصطلح الجاهلية لأنه ينسبهم إليه إلى الجهل، لأن المشركين كانوا جهلاء. ولذلك يعني في مصطلح الجاهلية ورد في القرآن في عدة مواطن كلها على الذم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نعم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن في المائدة ومن أحسن من الله حكما لقوم من يوقنون. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن الجاهلية هو وصف يراد به أهل الشرك والنفاق والريب. فهنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الجاهلية هو إيه بقى؟ غير الحق، ظنوا أن هذه هي نهاية الأمر، وأن هذه هي الجولة الفاصلة، وأنه لن يقوم للإسلام قائمة بعدها. وهذا هو ظن الجاهلية، وهذا هو ظن بالله غير الحق. وكم من محنة مضت على المسلمين وكان يظن أنها هي القاسمة،
يعني لم تمر محنة على المسلمين لا قديما ولا حديثا إلا اليوم مثل محنة التطا ولا إلى اليوم. قوم يخرج من مشارق الأرض ويجوب العالم كله في عام واحد ويخص العالم بشرهم ويعم يعني شرهم العالم ويخصون به المسلمين، أمر جلل عظيم. ولكن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، لذلك يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك مهما يعني اشتدت أمامك الأمور وصعبت ورأيت غلبة الباطل وغلبة حزبه وتبجحهم، ما هو التبجح صناعة الآن، وتبجحهم، كل هذا لا يزيدك إلا حسن ظن بالله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى إن هذا الدين دين الله هو منصور لا محالة. والذي ينصر دين الله إلا تنصره فقد نصره الله. نعم، فإذا هذا لا يزيدك إلا يعني هذا ظن، هذا قول أهل النفاق والريب وأهل الجاهلية أنه يظنون أن هذه الجولة الفاصلة، وأبدا جولة فاصلة ولا عاقبة للمتقين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، في مداولة، فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نصاب، لكن العاقبة تكون للمتقين. ولذلك هرقل قال إيه لما سأل أبا سفيان فكيف الحرب بينك وبينه، قال سجال، يعني يدال علينا المرأة ونديل عليه ونديل عليه يعني وندل عليه الأخرى. نعم، قال كذلك الرسل في آخر الحديث تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فإذا مقالتهم هؤلاء الذين لم يهتموا إلا بأنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إن خلاص انتهى الأمر ولن يكون للإسلام قائم. يقولون هل لنا، والفعل المضارع هنا يدلك على أن هذه طبيعة أهل النفاق وأهل الغيب دائما، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد وعلى الحدوث. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وإحنا كان لنا أي، والأمر هنا بمعنى الشأن، والمقصود هنا من الشأن اللي هو إيه، شأن الخروج للقتال. والكلام ده بقى في المنافقين اللي هم بيبصوا فيه بقى إيه، بيبصوه في المؤمنين، هذه السموم بيبصها أهل النفاق والريب في أهل الإيمان وفي عوائلهم كما سيأتي أيضا تفصيل هذا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، والأمر هنا بمعنى الشأن، وإحنا كان لنا يعني اختيار في الخروج للقتال وشأن الأمر هنا مقصود به الخروج لقتال المشركين، هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن أزمة الأمور هي بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر ويقضي سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا رد لأمره، ولو ربنا مقدر أنه للقاء أعدائهم قدر بذلك وجرى عليهم. قل إن الأمر كله لله، يعني تصريف الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وإيه اللي بيخفوه في أنفسهم بقى؟ أهو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يبقى المقالة دي هم لم يجاهروا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يجاهروا بذلك. يقولون في يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وبين الله عز وجل الذي يدور في خلجات وهم اللي هم أضمروا في أنفسهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كنا لنا الأمر وإحنا الذي كنا بنعد العدة ما قتلنا هودة ولا يعني ما كان يقتل من قتل من يعني الصحابة، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم، طبعا الكلام ده وحيأتي أيضا، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكلام ده سلوك أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الغيب، أما سلوك أهل الإيمان هو الثقة في الله سبحانه وتعالى والاطمئنان والإيمان بقضاء الله وقضاءه والتسليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني ما معنى يؤمن بالله؟ يسلم، يستسلم ويرضى ويعلم أن المصيبة كما قال السلف، قال يعلم المؤمن أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم ويستسلم وتطيب قلبه نفسه بها.
أما أهل النفاق والغيب هم دائما في هذا الاضطراب، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهنا يبين الله عز وجل إن القتال ليس سببا للموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى مصارعهم، لازم يبوزوا له. وهذه كقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا القعود على القتال يؤخر الأجل، ولا الإقدام على القتال يقدم الأجل، الأجل محتوم. وهذا فيه حظ من الله عز وجل للمؤمنين على القتال، وحتى لا يظنوا إن الخروج للقتال للجهاد وملاقات الأعداء هو سبب للموت أبدا. أجل هي أجال تنتهي هنا وهناك، سيموت المقاتل وسيموت القاعد وكلام. بالعكس والله العظيم أحيانا كثيرة القاعد بيعمل الموت في القاعدين أكثر مما يعملوا في المجاهدين والله العظيم. ولذلك كان من كلام العربي احرص على الموت تهب لك الحياة، هذا كان من كلام العرب. عبد الله بن الزبير لما بلغه موت أخيه قال نحن قوم لا نموت حتف أنفسنا، لا نحن ما نموتش على الأسرة، لا نحن قوم لا نموت حتف أنفسنا. خالد رضي الله تعالى عنه لما جاءه قال والله ما في جسدي قد خط يعني 100 معركة أو يزيد، وهذا ما في جسدي موضع إلا في ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم، ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. وهذا المصيبة التي حدثت أراد الله عز وجل بها ابتلاء المؤمنين، وليبتلي الله ما في صدوركم ليختبر ما في صدوركم. الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والتمحيص كما قلنا هو فصل شيء عن شيء، عندما تمحص الذهب تفصله عن شوائبه. وليمحص ما في قلوبكم، حيتمحص هنا حيتمحص أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل محبة الله عز وجل، وحينفرد عليه وكذلك ينفرد عن أهل النفاق وأهل الغيب والشكوك. لأن المحن لما بتنزل بتعمل إيه؟ بتقسم الناس. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ بالمحن، تنزل المحن. فيثبت الله عز وجل من وفقه هداه، ويضل الله عز وجل ويخذل الله عز وجل من خذله. نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. وعلم الله عز وجل ختام الآية بذلك أنه لا يغيب عن علم شيء سبحانه وتعالى، وفي تحذير للمؤمنين أيضا كما قال جل وعلا وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ولذلك دائما تجتهد أن يكون بينك وبين الله عز وجل عامرا، وأن لا يرى الله عز وجل منك إلا الخير، وأن لا يطلع منك إلا على ما يحب، وأن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، والله عليم بذات الصدور. إذن هذه الآية في حظ المؤمن على القتال كآية البقرة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية التالية وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذن يحب الله عز وجل من عباده الإقدام. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعود السياق مرة ثانية يبين شوفوا هنا إيه تذكير بالنعم، يعود السياق هذا في توقيق لقلوبهم وملطفة لهم في القول. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا منكم عن الأعداء وهذه الهزيمة والفرار. يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في يوم أحد. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما أسلوب حص استزلهم طلب منهم الزلة، والزلة معناه من الزلل، يعني أراد زلتهم بسبب ماذا؟ ببعض ما كسبوا بذنوب. كان في باب موجود ذنوب دخل منها الشيطان
ولذلك كما قال السلف يعني إن, 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 إن من ثواب الحسنة الحسنة بعده. وكذلك يعني وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فالحسنات لها أخوات والسيئات لها أخوات. هو هذا الذي حدث. يبقى إيه اللي حصل بقى؟ ما الذي حدث؟ إيه الفراغ؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وبين الله عز وجل الداء وبين أنه ولقد عفى الله عنهم سبحانه وتعالى، عفى عنهم تجاوز عنهم سبحانه وتعالى. ويعني وعفو الله عز وجل الحمد لله من نعم الله عز وجل العظيمة. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور يغفر الذنب، حليم لا يعاجل العباد بالعقوبة. لكن الكثير من الناس بيغتظ بحلم الله عليه عندما يرى نفسه أنه يفسد في الأرض ويعيش في الأرض فسادا ولا يرى الله أنزل عليه نقمته فيغتظ بهذا. وهذا يعني كما قال يعني وهذا من إملاء الله عز وجل له، وهذا من كيد الله عز وجل له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الحديث الذي في عند البخاري في صحيحه، جاء رجل إلى ابن عمر وجالس في نفر من قريش، فقال من القوم؟ قالوا من قريش، وهو ابن أبي دهقان. فقال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. قال فجلس له وقال إني أن يعني سائلك عن شيء، ف يعني ناشدتك الله أن تصدقني. قال سل. قال هل تعلم أن عثمان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب، وهل تعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال وهل تعلم أنه لم يكن من أهل بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال فكبر رجل، قال الله أكبر. فقال ابن عمر تعالى أخبرك بما سألت، أما يعني توليه يوم أحد فإن فأشهد أن الله قد عفى عنه، إن الله جل وعلا يقول ولقد عفى الله عنه. وأما تغيب عن بدر فكانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس معه، وقال لك سهم رجل خرج، لك أجر رجل خرج بدر وسهمه. وأما تغيب عن بيعة عضوان فلم يكن أحد أعز بمكة من عثمان، ولو وجد لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أرسل عثمان. نعم. فلما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع الصحابة، قال أخذ بيده بيد يمنى وقال هذه يد عثمان، وضرب بها على يده عليه الصلاة والسلام، ثم قال لا وهذه يد عثمان معك اذهب بها، يعني خلاص أنت بايع عثمان. أن هذا كان من شأن العامة والدهمة. نعم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هنا يعني خطاب هنا للمؤمنين، والخطاب هنا يبين الله جل وعلا أن من مقامات الإيمان ومن مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمنون لهم يعني عقيدتهم ولهم ثقتهم في الله جل وعلا. نهاهم أن يكونوا كهناك حرف تشبيه كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، والضرب في الأرض مستعمل للتجارة، لأن الذي يمشي على الأرض يضرب عليها، فبيستعمل للتجارة وبيستعمل كذلك في الغزو، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لكن لما يستعمل في الغزو تكون مع قرينة تبين الغزو، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فهنا إذا ضربوا في الأرض يعني للسفر والتجارة، أو كانوا غزا جمع غاز ككمل جمع كامل، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأصابهم موت قتل في الجهاد،
أو ماتوا في السفر قالوا لو كانوا عندنا لو سمعوا يعني نصيحتنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا الاعتقاد الذي ابتلاهم الله عز وجل به وهو ده السخط على قضاء الله عز وجل، هذا الابتلاء هذا ابتلاء عظيم والله، بيكون أشد من المصيبة. ليجعل الله ذلك في حسرة في قلوبهم، يعني هذا الابتلاء التي ابتلاهم الله به من هذا الاعتقاد الفاسد جعله الله عز وجل يزيدهم حسرة على قتلهم وعلى موتهم، بخلاف المؤمن. المؤمن بيغضب ويسلم، فنهى الله جل وعلا المؤمنين أن سلوك هذه المزالق لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا الاعتقاد الفاسد وهو السخط على المقدور وظنهم أنهم يغنوا عنهم أنهم لو سمعوا كلامهم ما أصابهم ما أصابهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله العظيم بعض الكثير من الناس من المسلمين بيبتلى مثل هذه الأشياء، ويقول والله لو سمعوا كلامنا ما حدث وما شيء وما 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 وما, وما قتل وما أصابهم هذا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، يعني الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، لا علاقة له لا بالخروج للقتال ولا بالسفر ولا بالقعود عن القتال وأن تكون في قاع بيتك. والله يحيي ويميت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن والله يحيي ويميت الجملة دي حالية للرد على هذه الاعتقادات الفاسدة، لأن المقدور حيمضي. والله بما تعملون بصير وهو يراكم، واسم الله البصير يتضمن إثبات صفة البصر إليه سبحانه وتعالى. نعم، والله عز وجل له عينين ولا له عين واحدة، له عينان سبحانه وتعالى، كما قال لما في حديث في الصحيحين إن 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 وإن إن 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 الله لا يخفى عليكم ها وإن الدجال أعور العين اليمنى. نعم، وكأن عينه يعني عين بطن طافئة، فقالوا إن أعور يبقى معناه أن الله جل وعلا، العور هو الذي له عين واحدة في لغة العرب. نعم، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سبيل الله أيضا، وكيف يموت في سبيل الله؟ يعيش على الاستقامة والطاعة فيموت أيضا في سبيل الله. إذن القتال في قتل، الجهاد في قتل في سبيل الله، وكذلك الذي يستقي الاستقامة على أمر الله جل وعلا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هنا يوجههم الله عز وجل أن ما عند الله، ما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ولعباده المؤمنين أعظم من هذه الدنيا وحطامها الفاني. لماذا؟ لأنها فانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولئن قتلتم في سبيل الله وموتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولذلك في أمور الدنيا يقول الله جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أين الفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمعوا. فقط الفرح بما عند الله عز وجل، فضل الله الإسلام ورحمة القرآن، المغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. طبعا مقالة الكفار دي كانوا يريدون بها إيه؟ إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزة لكانوا عندنا ماتوا وقتلوا، يريدون بها تصبيط المؤمنين عن القتال وعن الخروج للقتال. وهذا أشار الله جل وعلا عليه في آيات أخرى، وإن منكم لمن ليبطئن، نعم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. إذن الكلام اللي كان بيشعر كفار ده لتصبيط المؤمنين على القتال، فحض الله المؤمنين على القتال. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن طيبون التفصيل بقى في هذا في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهذه الآية متضمنة إيه؟ أن مصيركم إلى الله عز وجل فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيراد الله فما الذي يريد الله من هذه الآية؟ فاعملوا على ما يقربكم من الله،
وآشروا ما عنده على حطام هذه الدنيا، وآشروا طاعته وأمره على أهوائكم. نعم، يعني فهذا هو خير مما تجمعون من حطام هذه الدنيا. لذا يقول ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهنا اللام هنا تفيد الاختصاص والحصر، هذا يؤذن بالحصر. نعم، لإلى الله وحده سبحانه وتعالى، وطالما تحشر إليه يبقى لابد أن تأخذ العدة من الطاعة ومن الهداية ومن الاستقامة على أمر الله عز وجل، فيصيبكم بالله عز وجل عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.